السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد قرأنا أو قرأ أكثر منا بيان هيئة كبار العلماء حفظهم الله، وذكروا في آخره أن هذه أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وذكروا أيضا ومنذ تأسيس هذه الجمعية لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا لعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الأصول إلى الحكم، ومن ثم كان تأريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية أعثت في البلاد بالفساد في البلاد والعباد بالفساد، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. وأخيرا قالوا: ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها أو أهواءها الحزبية المخالفة لهدي نبينا لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها والتعاطف معها، والله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم توقيعات رئيس هيئة كبار العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء حفظهم الله جميعا. و الإخوان المسلمون في الحقيقة برزوا في النصف الثاني من أو قبلها بقليل في مصر في النصف الثاني الميلادي، وكان مهما كانت نية المؤسسين لها لكن ما كانت معروفة لدى العالم بالصورة التي عرفت فيما بعد، ومن غاياتها التي ذكرها هيئة كبار العلماء أنهم يريدون قلب الحكومة حكومات، ما معناه أنه حكومة يريدون أن يتسلطوا على الحكم ويتسترون بالدين، وهذا لا شك فيه ما ظهر إلا فيما بعد. ولذلك وأنا أذكر نحن في الهند ندرس في مدارس متوسطة أو في مدرسة متوسطة ولم نسمع عن هذه الجماعة، ولكن كان الحمد لله مشايخنا وهم أهل الحديث، ونحن بفضل الله نفخر بأننا من أهل الحديث في الهند الذين تربينا على العقيدة الصحيحة. فكان مشايخنا ينبهنا على جماعتين في ذاك الوقت ويقولون إن هاتين الجماعتين فيهما بدع كثيرة ومخالفات شرعية، جماعة التبليغ والجماعة الإسلامية التابعة أو التي أسسها الشيخ المودودي أبو العالى غفر الله الجميع. فكانوا يخوفوننا منها ويحذروننا من الانتماء والتعاطف معها، وكان في المدرسة يأتي ناس منهم في بعض الأحيان ويريدون أن يبسطوا أيديهم في الطلبة، ولكن الأساتذة رحم الله من مات وحفظ من بقي كانوا على حذر شديد منهم،
ما كانوا يمكنونهم من إلقاء المحاضرات وغيرها. ومن هنا وقر في الذهن وثبت في القلب أن هاتين الجماعتين في الحقيقة فيهما ضلال. ثم والحمد لله لم نتربى على التقليد الأعمى، ثم رأينا وجربنا وطول حياتنا على هذه الحالة. بفضل الله تعالى وجدت كما قال مشايخنا في الجماعتين. أما جماعة الإخوان فالذي يظهر أنهم أسسوا لما ذهبت الدولة الإسلامية أو دول الإسلامية وليس لها أي ثقل، والدولة العثمانية ما على علاتها الكثيرة التي كانت تعتبر قوة للمسلمين قد تفتتت أو فتتت وصارت أبعاضا، والمسلمون صاروا تابعين للنظم الوضعية من هذه البلاد التي استعمرت البلاد الإسلامية. فهناك في أكثر بلاد الإسلام قد أسست جماعات لإصلاح أحوال المسلمين، فمنها جماعات قد تكون منها أهدافها سياسية، ومنها أهدافها دينية مع السياسة وغيرها. على كل حال كلهم كانوا يريدون يظهرون غيرتهم على الإسلام وغيرتهم للمسلمين، وكان الناس حيارى وينتظمون إلى، وخاصة الشباب ينتظمون في هذه الجماعات. وفي هذه الأثناء في حدود 65 و900 وألف بتاريخ النصارى، كان الشيخ المودودي قد طبع في مجلته موضوعا اسمه الخلافة والملك، خلافة وملوكية. وهنا أريد أن أذكر سبحان الله أن هذا العنوان نفسه يعطي خلاصة حياة الجماعات الإسلامية. فهم في الحقيقة يرون أن الملك أكبر جرم، وينبغي أن تكون الدول الإسلامية جمهورية. وأكبر دليل، وكذلك هي هذه هي فكرة الإخوان المسلمين، وأنا أتتبع وتتبعت فلم أجد أن سيد قطب والحضيبي وغيرهم الذين عاشوا وعاصروا هذه المملكة المباركة لم نجد منهم تنويها وثناء على ما جاء من الأمن والرخاء في زمن الملك عبد العزيز وأشباله وأبنائه البررة. فيدل الأمر على أنهم لا يجيزون الملك. ثم الشيخ المودودي قد يعني أساء جدا في هذا الكتاب من نيل من عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وغيرها بكلمات لم يتحملها العلماء، بل يعني استحسنها الروافض ورد عليهم بعض العلماء في تلك الأيام. وأنا أذكر أنه في سنة 65 الميلادية كما يقولون بتاريخ النصارى، فنقول أنه رد عليه بعض العلماء فذكر هناك ذكر قال أن من مصر، من علماء مصر وخاصة الذين لهم تعاطف وكانوا معذبين في تلك الأيام، فما كان يعرف الناس إخوان المسلمين إلا أنهم مظلومون، فكانوا متعاطفين أو كانوا متعاطفين معهم. فقال إن سيد قطب في كتاب له اسمه على دارة الاجتماعية قد ذكر مثل ما ذكر الشيخ المودودي في عثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وغيرهم. فمن هنا عرفت أن هناك في مصر أيضا هذا الصوت الخبيث موجود في بعض الجماعات وإخوان المسلمين. ثم قدر الله أن أكرمنا الله تبارك وتعالى للدراسة في الجامعة الإسلامية بفضل الله وبرحمته. ف
كنت ولما وصلت في الحقيقة وأنا أريد أن أعرف عن هذه الجماعة وخاصة من كتب السيد قطب التي هو أشهر من ألف فيهم وكتاباته هي المؤثرة في المنتمين أو في أعضاء جمعية في جماعة الإخوان. فأنا أذكر أنه لم تمضي علي 24 ساعة إلا وقد اشتريت كتاب في ظلال القرآن، والنسخة فيما بعد أهديتها إلى الجامعة السلفية، جامعتنا التي جينا من قبلها وهي موجودة هناك. فدرست أو قرأت في شهرين تقريبا ثلث الكتاب، ثم بعد ذلك كأني سبحان الله صرفني الله تبارك وتعالى، والقلب لا يقبل أشياء كثيرة، لكن الشعور كان ضعيفا وتركت الكتاب. ثم بعد ذلك كنت يعني أتتبع، فوجدت أن جماعة التبليغ أيضا عندهم هذه المخالفات، وعندي محاضرة كان قد سألها قبل مدة بعض طلبة العلم من بريطانيا، يقول أي جماعة ننتمي؟ فتلك الأيام رددت عليه بأنه لا جماعة إلا جماعة أهل الحديث أو الأثريين أو السلفيين أو المسلمين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين سماهم المسلمين على فهم دين الله تعالى، دين الله تعالى على فهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فكنت في الحقيقة كأني بفضل الله تعالى يعني أرشدت كثيرا من الطلاب الذين شكروني. ولما وصلت الجامعة الإسلامية في الحقيقة وجدت أنها مكتظة بأساتذة من البلاد، من لبنان الطلاب، من بلاد الشام بما فيها لبنان وسوريا وكذلك الأردن. كانت هذه منها كثير من الأساتذة وكثير من الطلاب، وهم منتمون، كثير منهم منتمون إلى جماعة الإخوان، متعصبون تعصبا بغيظا. وكان من زملائنا أحد الإخوان الشاميين سبحان الله، وكان دائما ورأى أني جديد في الجامعة، فكان يتبعني أو يرافقني كلما خرجنا من الفصل ودخلنا في الفصل وكذا. فكان سبحان الله يحذرني من الطلبة السلفيين، من جملتهم الشيخ سناء الله والشيخ عبد السلام كيلاني حتى إحسان الله الظهير، قال هؤلاء عندهم أفكار ليست جيدة. وكان سبحان الله من يكون منتميا إلى الجماعة الإسلامية، أذكر أن هناك طلبة من كيرلا مالبار وغيرهم كانوا يقولون عندهم اصطلاح من الطيبين، قال هؤلاء من الطيبين وهذا ليس من الطيبين. فبدأت أهزأ به وأقول هذا ليس من الطيبين، فلما يعني لكن عندهم الظاهر إدمان أو إصرار أو إلحاح على ما يريدون الوصول إليه. فدائما كان يخاطبني بهذا بأنك تترك هؤلاء وأنت جيت تدرس العلم. قلت نعم، العلم هو الذي جعلني أن ألا أمشي مع الطيبين. فلما فهم من هذا بدأ سبحان الله بدأ يبعد عني، بدأ يبعد عني كثيرا، حتى بدأ يعني كأنه يعاديني الله أعلم، ويطعنني في عند بعض الإخوان الذين هم من الجماعة الإسلامية من الهند. فالحاصل على كل حال أنه نحن نؤمن بأن يعني الإنسان لما ننظر إلى جماعة الإخوان فنجد أن المؤسس نفسه وكذلك حتى الأعضاء أو الذين لهم أثر لم يكونوا على علم كاف من دين الله عز وجل.
ولما تفرق جماعة المسلمين الذين كانت تجمعهم أو يجمعهم فكر واحد ويتابعون إماما واحدا سارت إلى جماعات وأحزاب، فكل واحد بدأ يتبع على ما يريد. والآن الحمد لله رب العالمين نحن في بلد لا يرفع فكر ضال رأسه إلا وقد يدمغ بفضل الله تعالى بحججه القرآن والسنة. فيكون نقول هناك قد تكون جماعات لا بأس أن يجتمع ناس لأعمال الخير من غير أن يكون لها ولهم هدف غير الهدف المعروف لجماعة المسلمين، مثل حلف الفضول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعيت إلى مثله لقبلته. فهي جماعة واحدة منهجها واحد، لكن هذه الجماعات التي الآن تخرج لإصلاح أو بزام إصلاح أحوال المسلمين قد غيرت مجراها ومسراها في الحقيقة عن الجماعة الأم، فهي لا شك أنها جماعة متفرقة أو جماعة مفرقة لجماعة المسلمين للجماعة المسلمين. وقد برأ الله والنبي صلى الله عليه وسلم من المفرقين لدينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. فإذا كان قام هناك لغيرة حفظ الدين بعض الناس في أول الأمر، ربما نقول ننظر إلى أحوالهم، هل كانوا على علم لدين الله عز وجل كما ينبغي؟ ننظر في جماعة التبليغ وذلك الجماعة الإسلامية، والآن أمامنا جماعة الإخوان الذين خاصة قصصت هذه المحاضرة فيهم، فهذه المحاضرة لبيان حال جماعة الإخوان المسلمين. وألخص لضيق الوقت أن المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين هو الشيخ حسن البنا. ماذا كانت عقيدته أولا؟ نحن نؤمن بأن العقيدة أولا قبل كل شيء، على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم داعيه الذي أرسله إلى اليمن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فقال يا معاذ لما بعث معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما أجابوا لك فإنما أجابوا لك. نجد أن هذه الجماعة خاصة سبحان الله بعيدة عن العقيدة الصحيحة التي هي أصل إصلاح حال المسلم عامة، وأن منهم هؤلاء الشيخ حسن البنا كان عقيدته ما تريد أو التفويض وعدم إثبات الصفات بمعناها الحقيقي، كما أنه كان أيضا كانت عنده ظلمات بعضها فوق بعض، عقيدة أو فكر التصوف، وكان مبايعا للطريقة الحسافية من طرق التصوف المشهورة، وكانت النزعة الصوفية واضحة فيها ومخالفة لمنهج السلف. ولو قلنا أن المنهج الصوفي المنحرف عن الدين الخالص كان له أثر في اكتساب البناء الخصائص الثقافية التي كان لها أثر في بناء شخصيته الفكرية، فأسس الجماعة على عقيدة هي مخالفة لعقيدة السلف، وقد نبه وحذر وكذلك ذكر علماء في فتاوى، إذا وجدنا فرصة فنذكر هذا الجانب، أنه كان على عقيدة العشرية أو التفويض لأسماء الله وصفاته، و
منهجه أيضا كان على تربية متبعيه على الطريقة الحسافية الصوفية، ومن يشبه أبه فما ظلم. الأصل أن والده أيضا كان فأقول التصوف أو التمسك بالتصوف الحسافي لم يكن غريبا على البناء، فإن أباه أيضا كان مهتما بهذه الطريقة الحسافية. ولا يكون بعيدا عن بالكم أنه هو الذي رتب مسند الإمام أحمد فله علم الحديث. فهنا سبحان الله، يعني قد إذا فكر الإنسان في حياة الأفراد، ولذلك السوانح والتراجم هذه دراستها لها فوائد كثيرة. رجل يعيش ما أعظم كتاب وهو مسند الإمام أحمد ويرتبه، وكان يتكسب عيشه ببناء بإصلاح الساعات وغيره وغيرها. فالحاصل كان رجل يعني أنه متورع من أكل الحرام، وكذلك كان متعبدا لكنه كما هو معروف مخلصا، لكنه كما هو معروف أن لقبول الأعمال شرطين أساسيتين، أو شرط أساسي، أول شرط أن يكون مخلصا لله، ثانيا أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر ذلك أنه أباه كان أيضا مهتما لهذه الطريقة، من مظاهر ذلك أنه أي والد الحسن البنا أسند آيات، استعمل علمه بالسنة وعلوم السنة وكذلك علمه بالتفسير، أسند آيات وأحاديث الوظيفة الحسافية ووضع لها اسم تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقية، سبحان الله. وكذلك وصفوا الناس أبو الشيخ حسن البنا على أنه كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يرى فقط في أمور واجبة أو ضرورية لإقامة الدين على ما يرونهم، وإن كان يصالح مال يهود ولا يرى أنه يكون يعني مخالفا لهم. ويأتي قوله بأنه ليس عندنا خلاف بين اليهود والنصارى خلاف أقدي، فإذا ألا ماذا هو الخلاف عندكم؟ كذلك هو مسالم بل متعاون مع الروافض الذين هم إذا حكم الناس على عقيدة علمائهم فلا يقدر أن يحكم إلا أنهم كفروا بالله، فقد أنكروا هذا القرآن الذي بين أيدينا وقالوا إنه عندنا مصحف ليس من قرآنكم فيها حرف واحد، أو ليس في قرآننا من قرآنكم حرف واحد. كذلك يتهمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى يومنا هذا بما برأها الله من فوق سبعة أرقية، لا يخافون الله تبارك وتعالى. كيف يستصيغ ناس يعيشون في دين الله، كتاب الله وسنة رسول الله، وقت ضيق، وإلا كنا نذكر بعض الأقوال بعض الأمثلة للشيخ حسن البنا المؤسس الأول أو المقلد الأول، والذين جاءوا من بعده كلهم على طريقته. ثم أبرز المربين والشخصيات للجماعة أيضا جماعة إخوان المسلمين سيد قطب بن إبراهيم، السيد قطب، وهو في أول الأمر على كل حال حفظ القرآن وتخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة وعمل في الجريدة، وذكر أنه والده كان على تصون وعلى تعبد وتدين، فكان قد بذر بذور الإيمان في قلوب أبنائه من الصغر، ويجعل يوم القيامة ماثلا بين عينيهم، هكذا يقول.
ثم بعد ذلك قدر الله أنه ابتعثته وزارة التعليم المصرية لدراسة نظم التعليم في أمريكا، فعاش هناك سنين ثم رجع وكأنه وقع في حيرة من دينه، في عقيدته ودينه، وهذا له قصة أيضا. بقي حائرا حتى ذكره الشيخ أبو الحسن الندوي في لقاءاته معه، كان قد سافر إلى مصر، فذكر أنه بقي 15 سنة وهو ضائع حيران، ثم رجع إلى أسرابه، هكذا ذكر الشيخ أبو الحسن، لكن نقول والله أعلم أنه أثر ضيائه بقي في حياته كله، يدل على ذلك كتاباته يعني الثائرة على الوضع القائم والثائرة على المجتمعات الإسلامية كلها، كان يسميها مجتمعات جاهلية. نعم. ثم بعد ذلك أيضا كان درس كتبا لمناهج فاسدة قد تأثر بها تأثرا كبيرا، عليه يدل عليه قوله لابد للإسلام أن يحكم، لأن العقيدة الوحيدة الإيجابية، يعني كأنه يقول لا حكم إلا للإسلام، ليس للنصرانية ولا اليهودية ولا أي دين من الأديان، يعني الإسلام هو الذي يستحق أن يحكم العالم، لأن العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تسوغ من المسيحية والشيوعية، يعني الماركسية، سبحان الله، هي معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها جميعا، أو يزيد عليها التوازن والتناسق والاعتدال. فسبحان الله، كأنه يرى أن الإسلام فيه عقيدة المسيحية، كي ما هي العقائد المسيحية التي أخذها الإسلام؟ سبحان الله، الرجل كان ينتقد على الإسلام والمسلمين، لكنه خاصة قوله هذا في الحقيقة لم أجد له أي سبب أن يتكلم به، هل رأى من المسيحية في المسيحية التوحيد، أم في المسيحية رأى الإنساب، ورأى أنها انسلخت الآن، انسلخت تابعوها الآن عن المسيحية، ولم تبقى المسيحية أو النصرانية الأولى التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي مما عملت أيديهم، فكيف يجعل المسيحية مزيجا للإسلام أو مزيجا مع الإسلام، يتضمن أهدافها جميعا، أهدافها جميعا ويزيد. نعم، نحن نقول إن الإسلام مهيمن على جميع المكارم التي تشتمل المذاهب الأخرى والأديان الأخرى، مهيمنا عليها، شاملا الحمد لله، ويزيد عليه لا شك فيه، لكنه أي المسيحية التي يجعلها هو أن يختار منها، أو الإسلام يختار منها أشياء يكمل بها شخصيته. وكذلك على كل حال، يعني سئل بعض العلماء رحمة الله عليهم، اللهم صل على محمد، من هذا؟ فقال إن هذا كلام من لا يعقل ولا يعلم دين الله من دين الله شيء. ثم وسئل الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين عن هذه المقالة، فأجاب نقول له إن المسيحية دين مبدل، والشيوعية والماركسية دين باطل لا أصل له، ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل. أنا أذكر من أقواله هو، لأنه في الحقيقة لكتاباته له الأثر الكبير من يوم ما رمى كتبه في الناس إلى يومك هذا في أتباع جماعة الإخوان، وجدنا هنا يقرؤون كتبه معالم في الطريق، كذلك في ضياء القرآن في مجالسهم الخاصة، حتى إذا اجتمعوا على عشاء أو غداء في قديم الزمان كانوا يقرؤون جزءا منه،
فالحاصل أن محور علم أتباع جماعة الإخوان هي أكثر كتب السيد قطب رحمه الله أو محمد قطب. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهو إما جاهل، ومن قال إن الإسلام مزيد من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام أو مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين. وقدر الله أنه قد سجن وعدم ما بعض إخوانه. ثم الشخصية الثانية، وأنا أقول للإخوان، ربما أحد يقول لا حاجة لذكر أسماء الناس وأسماء الرموز والقادة، نقول نحن الحمد لله تربينا على دراسة علوم الحديث المبني على الجرح والتعديل، وفيه قد يكون يجرح إنسان قد حط رهله قبل 1300 سنة إلى ربه. فنحن نذكر ونحن ندرس هذا لأجل مصلحة دين الله تبارك وتعالى وحفظ دين الله تبارك وتعالى. فإذا ذكرنا سيد قطب، حسن البنا، وبعض ما صدر منهم مما يجرحون به، بكل صراحة نقول مما يجرحون به، فهذا ليس غريبا على آداب الإسلام أو عن آداب الإسلام بارك الله فيكم. فلذلك نذكر، وإذا كان هناك من بعض الأقوال فنذكر فتاوى العلماء أنهم أيضا بعد قليل إن شاء الله. فالشخصية الثانية التي كانت بعد الحسن البنا فيما أذكر حسن الحضيبي، وتدرج في عدة وظائف ورشح لرئاسة جماعة الإخوان، وأيضا لم يكن على علم كاف في الدين والشريعة وخاصة العقيدة، وكان قاضيا في بعض الأيام، والأحوال تجري بأقدار الله، فاعتقل الحضيبي وتوفي 73 ميلادية في نوفمبر. الشخصية الثالثة عمر بن الفتاح التلمساني. لقي عمر الشيخ البنا وأخذ منه عقيدته وطريقته، فكان على مذهبه السلوكي وعدم التعرض لما ينقل من في الخلاف في العقائد. سبحان الله، تولى قيادة جماعة الإخوان، وهو التلمساني في الحقيقة تولى جماعة قيادة الإخوان، وهو قد تربى على الغناء والرقص أيضا. يقول بنفسه، ليس الرقص الصوفي، يقول هو بنفسه: تعلمت الرقص الإفرنجي في صالات عماد الدين، وكان تعليم الرقصة الواحدة مقابل ثلاثة جنيهات، فتعلمت ما أدري دن السيت فوكس وغيرها عدة أنواع من الرقص، وتعلمت العزف على الورود، وله مؤلفات. مات غفر الله له في سنة 86 و900 و1000. الشخصية الرابعة الدكتور مصطفى السباعي، وهو عالم لا شك فيه. هنا أيضا نقول من العبر التي تؤخذ من هذه الجماعات المستحدثة في فكرها وفي نظمها، يؤخذ أنه إذا كان عالم دخل في هذا فكأنه ذبح بغير سكين وصبغ بصبغة الجماعة، فيضع علمه في جانب ويتماشى ويمشي مع نظم هذه الجماعات، النظم المبتدأ والجماعات المبتدأة. الشيخ مصطفى حسن أو مصطفى ابن حسن السباعي كان من بيت علم، والعلم المعروف آنذاك العقيدة الأشعرية مع طرق التصوف. تولى آباؤه الخطابة والإمامة، وكان والده خطيبا مسقان معروفا، فنحى نحو أبيه، و
كان درس في مصر إلى غيره، وله بعض التعريفات المفيدة أيضا، لكنه كما قل أنه كان يعني يمشي مع أحكام الجماعة وما نظامها ما نظمها. ومن الغريب أنه كان قبوريا سبحان الله، كما كان يسوي بين النصارى والمسلمين، يقول ليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية، بل معترفا بها مقدسا لها. ليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية. طيب هل يضم أو الإسلام يأخذ النصرانية؟ النصرانية فيها أمور، قال الله تعالى ليست اليهود هم بنفسهم، قال ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فيكون هم بأنفسهم يكذب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف لا يكون معاديا للنصرانية التي هو أعصرها؟ لكن هكذا، ولعل التدليس أو التملق قد توجبه مصلحة التقارب بين الأديان أو التقارب بين أهل الأديان، والله أعلم. يأخذون من لفظ المؤلفة لقلوبهم، لهم على كل حال احتيالات واستدلالات في هذا الباب. الشخصية الخامسة كان محمد حامد أبو النصر، وهو أيضا كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وأيضا على كل حال لم يكن على علم كاف في العقيدة، فمات 1996. الشخصية السادسة مصطفى مشهور، له أيضا مؤلفات من جملتها الجهاد هو السبيل، فيها أخطاء وتسامحات، وله تساؤلات على طريق الدعوة. الشخصية السابعة عبد القادر عودة، أيضا كان أول الأمر اشتغل بالزراعة ثم عاد للدراسة، له كتاب وتخرج على كل حال، وحصل على البكالوريا من الأزهر أو من دار العلوم بدرجة مرتبة الشرف، وله الكتاب القسم الجنائي العام في الشريعة الإسلامية. نعم، وقد قادم شنقا على بعض الاتهامات التي وجهت إليه. الشخصية الثامنة التي أدركتها أنا في المدينة، شيخ سعيد حوا، توفي أبوه، على كل حال أبوه ليس له هنا ذكر، ولد هو في مدينة حماد في سنة 1935، أكمل دراسته في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وتخرج ودرس في الشام، ثم سافر إلى السعودية مدرسا، بقي 5 سنوات في المملكة يدرس. نعم، هنا لم يكن مظهرا ما كان يعني يعمل من الأعمال، خاصة من العقائد الفاسدة المنبثقة عن التصوف الذي كان قد أخذه، لكنه كان يجلس ما بين باب السلام وباب الرحمة هناك بين المغرب والعشاء، ويجتمع حوله ناس كثيرون، ورحم الله وجزى الله علماءنا وجزى الله المتولي الأمور وأولياء الأمور أنهم كانوا يتركون لأهل الخير في الظاهر الخير وما كانوا يمنعون في الحقيقة. فكان يدرس فيما أذكر، ثم ربما فيما بعد يكون قد سافر أو يكون قد امتنع، لم يطل تدريسه في المسجد النبوي الشريف. وكنا تلك الأيام ندرس في كلية الدعوة وأصول الدين، فكنا نجلس، فكان يذكر يقرأ كتابه، جزء من قراءة كتابه الجولات في فقه في الفقهين، الظاهر في العقيدة وفقه الشريعة أو فقه الأحكام. ف
فعلى كل حال كان بقي 5 سنوات يدرس في المملكة، 3 سنوات في المدينة، والباقي 2 كان في حفوف. كان في الحقيقة ليس هو على غير طريقة خلفه سلفه الذين كانوا على عقيدة عشارية أو ماتريدية، كلهم عشائرة شيوخه، وكذلك الذين يعمل معهم في جماعة الإخوان. ويقول هو بنفسه: إن المسلمين في خلال العصور قد جالت أئمتهم في الاعتقاد أبا الحسن العشري وأبا منصور الماتريدي. هذا كلامه في جولة في فقهين. قال: وقد سلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن العشري وأبي منصور الماتريدي. وهذا الكتاب مطبوع، كان يحضره فيما أذكر ويدرس، ولكنه لابد أن يكون قد نبه على هذا، وعندهم مصلحة ربما يسقطون أو يغيرون الثياب والجلد لأجل المصلحة. ونحن الأطفال لا نقدر أن نفهم ونهضم قولهم العشرية أو قول العشرية في ذات الله عز وجل. الحاصل على كل حال قد كان يدرس فيما يظهر ولم يكن يظهر العقيدة التي هو عقيدة الأشعرية هناك. وكان مغرما بعلم المنطق أيضا الذي ظل به كثير من الأغبياء. أما الذكي كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فلا يحتاج إليه، وقواعده الصحيحة معلومة في الدين من قبل أن يوجد هذا العلم. أما القواعد الفاسدة فيرفضه السني بالسنة. انظروا يقول: ومن أجل الضوابط الدقيقة لعلم العقائد وجد علم المنطق الإسلامي بعد تطويره عن المنطق اليوناني. قال أيضا: إن علم المنطق يعصم العقل من الخطأ، هكذا يدعون، من الخطأ في باب العقائد. سبحان الله، نقول هو الذي، أو علم المنطق أو الفلسفة، هما اللذان قد أضل الأمة أما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا أذكى الناس وأصفى الناس قلوبا. نعم. وتقول نقول هنا الحقيقة أن أصلافنا نهوا عن علم الكلام واتفقوا على ذمه، كما قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: من طلب الدين بالكلام فقد تزندق. وقال الشافعي: حكمي على أهل الكلام. مشهور هذا. فقال سيد حواء أيضا: لقد تتلزمت في باب التصوف على من أظنهم أكبر علماء، نعم، أو من أكبر علماء التصوف في عصرنا وأكثر الناس تحقيقا به، وأذن لي بعض شيوخ الصوفية بالتربية والتلقين للمريدين. تلقين المريدين، يعني كأنه أجيز وجاز له أن يجيز ويربي ويؤتي الأوراد المبتدعة. وقال: وإني بفضل الله ما أني مأذون على طريقة الصوفية بتلقين الأوراد عامة، فإني ما كذلك مأذون كذلك بتلقين الاسم المفرد الذي يظهر أن الصوفية لعلهم من المتأخرين والله أعلم أو من المتقدمين، لكنه إذا كان أتاه اليقين ربما يتركه كل الفرائض، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويكتفي بذكر الله الله، هذا هو الاسم المفرد، أو هو وهذه المنزلة لا تصل. يقول: وهذه المنزلة لا تصل إلا لمن ترك الدرجة العليا في التصوف وربما يصل إلى اليقين فترتفع ونطق. لا، هذا تعليقي أنا. هذه المنزلة لا تحصل إلا لمن ترقى الدرجة العليا بالتصوف وربما يصل إلى اليقين فترتفع عنه التكاليف على ما يعتقدون، نعوذ بالله من هذا الكفر. ويستدلون لهذا المعنى: وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
على كل حال نقول أن كيف يقبل العالم الذي يكون قد درس الكتاب والسنة واستاهل أن يدرس في السعودية هذه العقائد الكفرية؟ والله المستعان. تاريخ طويل لهذه الجماعة، ماذا زرعت في قلوب الشباب وماذا حسدت وماذا ذاقت الأمة من ويلات عن طريق شبابها، يظهر للناظر بتفصيل أحوالهم أنهم لما اشتد عليهم أمر في مصر وسوريا وبدأ لهم التعذيب الشديد التجأ كثير منهم في المملكة العربية السعودية، وقد عودوا اللجوء وجميع حقوق الدراسة أو التدريس والدراسة لأولادهم في المملكة، جزى الله مسؤوليها على هذه المكرمة. ولكن وجدنا طلبة كانوا في الجامعة جامعات المملكة من لبنان وأردن والشام، فيهم تحزب شديد لجماعة الإخوان، وكانوا يسعون لنشر فكرهم، حتى إن بعضهم لما وصلت إلى الجامعة الإسلامية كان ينصحني ألا أمشي مع فلان وفلان كما ذكرت لكم. وكان لما رأيت منهم هذا الإصرار فقلت يا أخي أنا سلفي من أبناء أهل الحديث، وقد قرأت عن الشيخ المودودي وعن جماعة الإخوان كثير، وعرفت أخطاءهم فبدأ يبعد عني. والذي عرفته بذاتي أنا أن عندهم اجتماعات أسبوعية، وكان زميل لي في الفصل يذهب إلى مجلس أسبوعيا، فقلت له مازحا وهو يعرف أني مخالف لفكر الإخوان منتقدا لهم: أمشي اليوم معك في مجلسكم. فقال بحرف واحد: لا، أنت لست منا، لا يجوز لك أن تدخل في مجلسنا. وهناك مواقف أخرى لا مجال لذكرها. أقول إن المؤسس ومن كان يخلفه وإن كان ولا مخالفات في عقيدتهم وسلوكهم للمنهج السلفي، وكذلك في مسألة الخروج على الحاكم ووصف المجتمع الإسلامي مجتمعا جاهليا، فالذين خلفوهم صاروا أسوأ فكرا وسلوكا من أسلافهم. جاءت في منهم فصائل وفروع تحت أسامي مختلفة وأفكار خاطئة، سرورية وقطبية وجماعة التحرير وحزب التحرير، حزب الجهاد والتكفير، هذه كلها أجنحة مختلفة، وهي سرا متصلة به كما حقق العلماء، متصلة برؤساء أو قادة الجماعة أو رئيس الجماعة. ومن غرائب تصرفاتهم الكلام الكثير، نعم يتكلم أحدهم كأنه قد ملئ من مشاشه إلى قدميه كله حما وغما للإسلام والمسلمين، فإذا جاء الوقت للوقت العمل انسل من الساحة أو التجأ إلى بلد الكفر ليحافظ على نفسي وأولادي. نعم وجدنا ناسا. ومن هؤلاء أذكر أني قبل 20 سنة كنت في بريطانيا، فذكر بعض الإخوة أن أحدا من الهاربين من بلاده الملتجئ في بريطانيا يقوم في المساجد وكذلك في هايد بارك أو في بعض الحدائق أو في بعض تجمعاتهم ويثير أصحابه: يجب علينا أن نلبس الحجاب، نلبس ملكة بريطانيا الحجاب الإسلامي، يجب علينا أن نلبس ملكة بريطانيا الحجاب الإسلامي. ولما كثر منه ذلك قبضت عليه الشرطة وعاقبته بالسجن والضرب، ثم أفرج عنه فهمد وخمد وهدى. وعندهم تخطيط للانقلاب والثورات، فمن الشروط والبنود التي توضع على الأذن النقيب، لا النقيب أخذوها هذه من درجة من ترقيات أو من درجة الجيش، النقيب البند السادس الذي لا يستعمل الشيء، لا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنحن لا نعطي، هكذا يقول في البند، نحن لا نعطي الصفة، صفة النقيب أو صفة الوضع النقيب،
إلا بمقدار النضج ولا نستأجر تنظيما قبل وجود لوازمه ولن نستأجر تنفيذا لم يأت دوره. انظروا هذه التفصيلات. ولن نستأجر تنفيذا لم يأت دوره ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. فالذي يظهر من هذا وهذا هذه البنود خطيرة جدا وهي يتداولونها سرا. أي بلد يكونون ربما يخططون لقلب النظام له والتسلط على الدولة أو على السلطة. وقال أيضا في شروط العضو النقيب البند الثامن أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. انظروا الطريق إلى جماعة المسلمين. ولذلك على كل حال هذه البيعة تجعل المنتمية إلى الجماعة يتابع نظمها تاركا السنة ولا يبالي. قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ مما يميز الإخوان عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة. وهذا واقع ولا يمكن أن يثبت الإنسان غيره يدرس السنة ولكنه لا يحترم السنة ولا يحبون أهلها. وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك لكن في حقيقة الأمر لا يحبون السنة ولا يدعون لأهلها. وقد جربنا ذلك. يقول الشيخ صالح معالي الشيخ صالح على الشيخ قال وقد جربنا ذلك في بعض من كان منتميا لهم أو يخالط بعضهم فنجد بعضهم أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري والحضور عند بعض المشايخ في قراءة بعض الكتب حذروه وقالوا هذا لا ينفعك وماذا سينفعك صحيح البخاري وماذا تنفعك هذه الأحاديث. انظر إلى العلماء هؤلاء ما جاء لهم شيء. هل نفعوا المسلمون في كذا وكذا؟ يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم أن تدرس السنة ولا أن يسحب أهلها ففضلا عن أصل وصول ألا وهو الاعتقاد. ففي الحقيقة هم ضيعوا يعني أصل الأصول فضلوا. وكذلك من ترك الأصل يعني قد لا يوفق إلى أصول أو أصل الأصول لا إلى أصول أخرى وبذلك لا يحترمون الأحاديث التي تنهى عن الخروج وعن إراقة الدماء. ونجد أن كبارهم يحثون للخوض في الدماء أيضا كما رأينا قريبا من الشيخ يوسف القرضاوي كان ذهب إلى مصر وقال إن كان هذه فتنة فأنا داخل في الفتنة. نعم سجر النار وثم تولى إلى وكره على كل حال. ونقول لذا نجدهم أنهم يبتعدون عن العلماء الكبار والجلوس معهم ولا يجلسون إلا إلى علمائهم ولا يقرؤون إلا كتبهم وهذا أعظم ضلال. فإن كتبهم التي جعلوها منبع ثقافتهم مليئة بالأخطاء الفكرية ولعلنا نذكر بعض أخطاء المستفيدين مما كتبه سلفنا. ونريد أن نقرأ بعض أقوال الأئمة أو أئمتنا رحمة الله وعلمائنا في ما يتعلق بجماعة الإخوان. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو المحدث الكبير كذلك كان قاضي القضاة في مصر وهو يقضي قضاء هنا بقوله قال حركة الشيخ حركة حسن البنا وإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها. انظروا سبحان الله وهو كان من بينهم وكان يخالطهم وكان يرى أحوالهم. وهذا هو الذي نحن نقول الذي خالط وعرف الشخص فبلدي الرجل أعرف ببلده وأفكاره
يقول ينفق عليها السوريون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين في كتاب شؤون التعليم والقضاء صفحة 48. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله قال حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة ومدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ أجاب الشيخ رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، نعم، الذين قد أكرمهم الله بعلم الدين ونور الدين الإسلامي، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة، عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. وينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى التوحيد إلى آخره. أيضا عنده فتوى أخرى أنه سأل بعضهم: أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل السؤال صار السائل، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على أمراء الأمور أيضا من بدع من البدع، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الحالكة؟ الشيخ ابن باز أجاب رحمه الله: تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72، المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وعذروا اتباعوا له 73 فرقة. الفرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. وهكذا أسئلة أخرى أيضا. وكذلك سئل في الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال الشيخ: ليس سئل أنه إخوان المسلمين من أهل السنة، قال: ليس صوابا أن يقال إن إخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. وقال في قاعدتهم، قال حسن البنا رحمه الله قاعدته التي أسسوا عليها الجماعة إلى يومك هذا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناسخ السلفي من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله. هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان نحو 70 سنة عمليا بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كذلك المشايخ الآخرون أيضا لهم فتوى. هنا الشيخ غديان له فتوى: البلاد، هذه البلاد كانت ما تعرف اسم جماعات، ولكن وفد علينا ناس من الخارج، وكل مثلا ناس وكل يؤسس ما كان في بلده، فعندما عندنا مثلا جماعة الإخوان المسلمين، وعندنا مثلا جماعة التبليغ، وفيه جماعات كثيرة، كل واحد يرى له جماعة وليست هي على الحق، وأن الجماعات الأخرى وهم يعتقدون أن الجماعات جماعتهم هي الحق والجماعات الأخرى على الضلال، فالله المستعان، الحق واحد وليس متعدد، هكذا الشيخ ذكر. كذلك المشايخ الآخرون منهم فتوى الشيخ المحسن العباد أيضا حفظه الله، سئل: هناك جماعات مختلفة مثل جماعة الإخوان والتبليغ وغيرها، فمن هذه الجماعة فهل هذه الجماعات من أهل السنة؟ ما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ فأجاب: الجماعات من المعلوم الذي يكون سليما منها هو ما كان على البصر الذي
أشرت إليه في أثناء الكلمة، وهي أن تكون الجماعة أو يكون الناس على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهكذا ذكر. فقال مثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه، وهذا واقع الحياة الذي تجربنا في الحقيقة. أما لو كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم، هذا من كلام الشيخ. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون بين من يجمعون من حب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء. وكذلك فتوى الشيخ صالح على الشيخ ذكرت لكم جزء منه، كذلك فتاوي المشايخ الشيخ حماد رحمة الله عليهم وغيرهم أنهم قالوا ليسوا من أهل الجنة، ما من أهل السنة. ولا شك أننا يعني نؤمن بأن الذي لا يكون قاعدته سليمة، وأقصد بالقاعدة أنه يجب أن يكون التعليم الأول له على الكتاب والسنة ويحافظ على هذا التعليم. رأينا انظروا كيف كانوا درسوا القرآن درسوا الشريعة، لكنه قد انقلبوا إلى الشيوعيين وبدأ سيد قطب وغيرهم يؤيدوا الشيوعية أو الديمقراطية والانتخابات وغيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح الإخوان الذين ضيعوا قوات وقوتهم في وحدروا إمكاناتهم في أشياء في هذه المدة الطويلة. لو أنفقت في تعليم أبناء المسلمين لكان لهم شان في رفع شان الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، ودائما نقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا هذا من شرور كل الأحزاب والجماعات. والحمد لله في حين أن الناس كانوا يحكمون فيه بالقوانين الوضعية، وضع الملك عبد العزيز رحمه الله أساس ملكه على الكتاب والسنة، أقامها الله وأدامها وأقامها على الأسعود وأولياء أمورنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي تكون قاعدة لدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدم في العالم كله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يأتي يوما قد اجتمع الرؤساء الإسلام والمسلمين على دين الله، لكن نحذر الشباب أن يدخلوا في ما لا ليس من دين الله تعالى، في الاغتيالات وفي التفجيرات وفي الإغرار بالناس ولو كانوا كفارا، لأنهم لا يقدرون إلا بمثل لا يقدرون على قلب النظام الذي هم قائمين فيها، ولا يأتون بمثل هذه التصرفات إلا بالشر على الإسلام والمسلمين. فمن هؤلاء عن طريق هؤلاء هم يجدون فرصة للهجوم على الإسلام بكامله، مع أنهم ربما يعرفون نعمة الله أن الإسلام هو الحق وليس فيها إرهاب وليس فيها، لكن الذين ينتمون إلى مثل هذه الجماعات هم الذين يقومون بهذه الأعمال التخريبية التي تحاسب أو تحسب على الإسلام والمسلمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.